مين يا؟ ايوه ثواني. مين؟ شوف مين. ايوه هعرف. شوف مين قول له الو. مين؟ ايوه ما انا هقول له يعني اكيد ما مش محتاج تقول لي قول له الو. الو الو يا عمي هقول له. اديني فرصه اقول له. اهو بقره متصله اهو. هرد عليها ازاي؟ طالما حيوانات مجالي بقى. الو الو لوكاندة السعادة؟ ايوه يا فندم لوكاندة السعادة. انا مش سعيد. يعني ايه يا فندم؟ تعرف تقول لي ايه هي السعادة؟ قول لي يا صاحب السعادة، قول لي قول لي لا لا لو قول لي. في حد طالب اسماعيل ياسين؟ شافه قول له ايه؟ مين يا؟ ما اعرفش حد بيقول لي قول لي يا صاحبي بيغني لي. قول لي يا منصف. منصف يا فندم. منصف؟ ايوه. طب انصفني يا منصف. ده متصل بخط الفرفشة ده. لوكاندة السعادة انا مش سعيد. منصف انصفني. انا اقعد بقى. لا وصوته عجيب. ايوه بيقول لي قول لي زهقان يا منصف السعادة. انا زهقان. ايه يا ابو جوده قول لي. ايه يا فندم زهقان ليه؟ قول له اخبار الميكروفيلم. قول يا منصف. ايوه يرضيك اصحى الصبح ما الاقيش فطار؟ فطار؟ ها؟ هو حضرتك نازل في نص لوكاندا الكلاسيك؟ ايوه. وعايز فطار؟ انت خيالك واسع يا فندم. انا عايز اتنين فطار. اتنين قول يا هو الكلام ببلاش. قول قول. اتنين فطار واتنين عصير. واتنين عصير؟ برتقال وجوافة. وجوافة. جوافة. جوافة. هل بحاسس انك هتجيب البرتقال ومش هتجيب الجوافة؟ اي مش هجيب الجوافة ليه يا فندم؟ عشان الجوافة دي لا يمكن تتم. بقيت سعيد خلاص. أنا قفلت. والله ما كنت فاهمه. أنا لقيت الناس بتضحك ابتديت أركز. بس تخيل وصلت الجرأة إن إحنا وصلنا لزمن نقول الجوافة لا يمكن تتم. وما استأذنيش يقولوا. عارف عارف. قول لي يا صاحبي. هو عارف انه لو استاذن هيمشي. ما دي حاجه ما فيهاش استئذان. وصلنا للجوافه دي لا يا لهوي. لا نقفلها. اه والله. هنبتدي بالجوافه. هنروح لايه؟ مين طلع؟ مين مش عارف. واحد نازل عندك هنا في النص ده قال له عايز فطار وعايز عصير. عصير؟ عصير ايه؟ عايز عصير. عصير؟ خد له زعبيب. زعبيب يا عم. هو متصل يا عم عايز عصير. عصير برتقال. عصير؟ ايوه وجوافه. نازل عندنا. اه واتنين عصير. لا لا واحد برتقال واحد جوافه لا يمكن تتم. لا لا ده اتجنن اكيد. ده في اوضه كام ده؟ ده ايوه ده في اوضه 55. عرفت منين يعني؟ ما عشان نسيت اساله بعد الجوافه لا يمكن تتم. فاهم؟ فبلم الدنيا فلمه معايا. اه الاوضه اللي بتتصل رقمها بينور. ما تحاولش. ده قرص عادي جدا. ايوه سعد الحمد لله انه بيقول الو. اه يعني ده نازل عندي. آه. لا ده انا اخش اربيه في اوضه. أيوة. كام؟ 55. هو اوضه كام؟ 55. دي 50. زياد الاوضه اللي نازل فيها علاء بيه فله. فله ايه يا عمي احنا مربينه. ده علاء بيه الوردي. وردي ايه؟ ايوه ازاي؟ يا نهار اسوح. ده اكرم هياخد من الفلوس اللي دفعها بتاع طقطقه. طقطقني ايه يا عمي؟ احنا في مصيبه دلوقتي. طب ما انت اللي عامل المصيبه مش انت اللي مظبط كل حاجه. ايوه انت ما بيجيلكش الزباين اللي جيت. انت مظبط كل حاجه ومديك حلاوه دلوقتي حياله. ايوه الحلاوه ايوه عارفها. طب هنعمل ايه في الراجل ده؟ اتصرف يا اتصرف. ده هيخرب بيتي. ما هو مين اللي نزله في 55؟ انت اكيد اللي نزلته. حاضر. خش شوفه. يا حاضر. خد الفطار معايا. فطار ايه؟ حاضر حاضر. ده انا ابتديت ابني احلام بال30 تنتيل.